مزيد من المتابعة ينضم إلي من موسكو الزميل حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية هناك. أهلا بك حسين، هل بعد ما حدث في مقاطعة كورسك ومحطتها النووية تحاول القوات الروسية تجديد الرقابة والدفاع عن محطة زابوروجيا داخل أوكرانيا؟ نعم همام، فقط دعني أشير إلى بيان وزارة الدفاع الروسية الذي خرج للتو وهو متعلق بالسياق نفسه، حيث أكدت الدفاع على أنها تجري تقييما موضوعيا وتقييما أيضا متزامنا مع جميع الإجراءات الأمنية للمعلومات التي تحدثت عن استعداد كييف لمهاجمة محطتي كورسك وزابوروجي النوويتين. أيضا الدفاع أكدت على أن مهاجمة كييف لمحطات نووية داخل روسيا ليس هو بداية أوكرانية لاستهداف أوكرانيا للمحطات النووية داخل أراضيها ولاتهام روسيا بهذا الأمر واستفزاز الجيش الروسي. أيضا الدفاع أشارت إلى أن مهاجمة كييف لهذه المحطات هو يعتبر انتهاك مباشر للمعاهدات الدولية والقوانين الدولية. إذن خلال الساعات الماضية همام تحدثت مصادر عسكرية روسية عن أن كييف بصدد استهداف محطتي كورسك وزابوروجيا النوويتين، وأن القوات الأوكرانية أصبح لديها قنبلة قذرة وهي سوف تستخدم هذه القنبلة. أيضا المصادر أشارت إلى أن الصحفيين الغربيين تم تجميعهم في مدينتي سومي وزابوروجيا أي المناطق التي لا زالت تحت السيطرة الأوكرانية من أجل التحضير لتصوير وبعد مهاجمة أوكرانيا لمحطتي كورسك وزابوروجيا. هذه المعلومات نقلا عن المصادر العسكرية الروسية وزارة الدفاع تأخذها على محمل الجد، لأن هذه المعلومات بطبيعة الحال همام تم تسريبها عبر أجهزة مخابرات لأنها تم الحصول عليها من قبل أسرى أوكران كانوا هاجموا مدينة كورسك مطلع الأسبوع الماضي. أما فيما يخص محطة زابوروجيا، بالفعل همام في بداية العملية العسكرية روسيا على الفور سيطرت على المحطة لأنها كانت تتخوف من ذلك الوقت من إمكانية مهاجمة أوكرانيا لمحطة زابوروجيا، وخاصة أن هذه المحطة سوف تؤدي إلى كارثة ليس على روسيا وأوكرانيا إنما سوف تؤدي إلى كارثة على أوروبا. أيضا الخبراء الروسي تحدثوا عن أنه في حال استهداف محطة زابوروجيا فإن الكارثة ستكون أقوى من كارثة تشيرنوبل، أي أن روسيا بالفعل تتخوف جديا، وخاصة أن منطقة زابوروجيا الحاضنة الشعبية داخل المنطقة همام معظمها مؤيد للجيش الروسي ومؤيد لروسيا، إضافة أيضا إلى مدينة ميليتوبل، هذه المدينة التي سيطرت عليها موسكو دون إطلاق رصاصة واحدة نظرا إلى الحاضنة الشعبية داخل المدينة، إضافة أيضا إلى الأهمية الاستراتيجية للمدينة، بالإضافة أيضا إلى أهمية محطة زابوروجيا النووية الاستراتيجية. إذن الجيش الروسي أمام إجراءات مكثفة وتجديدات أمنية مكثفة بالقرب من المحطات، لكن هذه الإجراءات ليست قادرة بشكل كامل على حماية هذه المحطات. هناك روسيا تحتاج إلى ضغط أمريكي جدي وضغط غربي على أوكرانيا لعدم استهداف هذه المحطات، لكن هذا الضغط لن يحصل لأن المعلومات الروسية تشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية أعطت أوكرانيا الإذن بالقيام بهجمات وأعمال كبيرة جدا ضد القوات الروسية وضد المدنيين في الأراضي الروسية. كيف تبدو الرواية الروسية فيما يتعلق باستهداف أوكرانيا أو بالاتهام الروسي لأوكرانيا من أنها استهدفت جسر في منطقة كورسك؟ نعم همام، بالنسبة للجسر تم تدميره من قبل القوات الأوكرانية، وهذا السيناريو والمشهد ائتلفت عليه القوات الروسية لأن أوكرانيا تستخدم هذا السيناريو أو هذه الخطة في كافة عملياتها العسكرية وذلك لإعاقة إجلاء المدنيين. كما تعلم همام في حال وجود مدنيين فهذا الأمر يصعب على القوات الروسية من التقدم أكثر أو من السيطرة على المنطقة أكثر، خاصة في منطقة كورسك فالمدنيين هم روس، أي هذا الأمر يصعب على القوات الروسية من ضرب وقصف المقاتلين الأوكران وقصف معداتهم العسكرية. هذا عنصر أساسي. العنصر الثاني وهو أن أوكرانيا تحتاج إلى مواطنين فيما بعد في حال استطعت أن تبقي كورس تحت سيطرتها لاستخدامها في ورقة تفاوض مع موسكو، لكن هذا الأمر لن يطول حسب الخبراء الروس والمراقبين. الجميع يؤكد على أن هذا الأمر خلال أيام سوف تستطيع القوات الروسية
الروسية من استعادة كورسك إلى سيطرتها. شكرا جزيلا حسين مشيك من موسكو، شكرا لك على هذه المعلومات وعلى هذه الإفادة.